المهم اش غنقول لك، الماتش كانت الحسنيه ناقصه بزاف في هذا الفينال هذا، وفي الاخر الروح الرياضيه اش غنقول لك، الكره هي هذه، كاين الرابح وكاين الخاسر، ومره اخرى ان شاء الله اش غنقول لك، وكتحيه للجمهور اللي دي بلاصه مع الحسنيه الوجده. صراحه كان الاداء زوين بزاف وعجبنا بزاف، ولكن ما يعني ما حالفهمش الحظ، ولكن المره الجايه ان شاء الله غادي نديوها، واكادير هي اللي كتبقى دائما طوف. المقابله كما شتي داز في اجواء خاصه، لانك تعرف النهايات كي تتكون، تتكون هي حظ، والحظ ساعد في الاتحاد البيضاوي وما ساعدش حسنيه اكادير، ولكن كما تتشوف هو هذه كره القدم هكا تتلعب على جزئيات بسيطه، وهذا الشيء اللي انت احلى الفريق الاتحاد البيضاوي، واصطادوا ضربه جزاء وسجلوا الهدف ومنها الفوز بكاس العرش. الخزينه ديال الحسنيه اللي مشتاقه لي لان ما عمر ما حالفها الحظ انها تدي كاس العرش، وان شاء الله مناسبات اخرى نتمنوا يحققوا كاس العرش، وكذلك عصبه الاتحاد الافريقي اللي تيلعبوا عليها، وكذلك يلعبوا انه احنا بينهم يلعبوا على جوج واجهات، واجهه البطوله الوطنيه، واجهه الاتحاد الافريقي. مع ذلك انا تنحيي اللعابه كاملين، واولهم تنحيي المدرب اللي تيعطي اللي عطى واحد القيمه لحسنيه الاكادير من اليوم ديال التواجد ديالو في اكادير، انه تيحب حسنيه اكادير للقلب، وهكذا تنحييه بزاف بزاف. ومره اخرى تنهني اللاعبين، واخا ما داوش كاس العرش، بالنسبه لنا حنا راه داو كاس العرش، وتحيه لهم بزاف وشكرا. ايوا الحسنيه اشنو غادي نقول لك، الله يصبرنا وصافي، فهمتي لعبوا، ولكن هذه هي الكره، مره عندنا مره عندهم، المهم صافي خلي قلبي عاور. في الحقيقه الحسنيه لعبات مزيان، واخا تقول شحال من بيت، المهم ماشي مشكله، هذا وزرنا الله يصبرهم. مازال كنضربوا الطريق طويله باش يمشيو يلعبوا باش يتفرجوا في الحسنيه، ولكن ما داروا والو، مره اخرى ان شاء الله. الماتش زوين، ما حرفناش الحظ، هذا الشيء اللي كاين، الفار وداك الشيء بيلانتي فيها ما عندنا ما نقولوا، داك الشيء اللي كاين، وخاطينا حنا جمهور المناسبات، حنا ديما نبقاو نشجعوا الحسنيه.